أفادت تقارير أن القوات الحكومية السورية استولت على عدة قرى استراتيجية ونقاط رئيسية في جنوب البلاد واستعادتها من قبضة التنظيم الدولة الإسلامية. المسلحة والقوات الرديفة والصديقة. تم انطلاق عملية تحرير هذه المناطق من الإرهابي داعش. تحرير منطقة ما يقارب بحدود من 300 إلى 400 كيلو متر مربع. تقع المنطقة المستعادة في واحدة من ثلاث مناطق تخضع لاتفاق تخفيف التصعيد، واتهم تحالف المعارضة السورية القوات الحكومية بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا يوم الأحد. ورفضت القوات الحكومية هذا الاتهام، وقالت إن الجيش السوري يدعم وقف إطلاق النار وسيواصل حملته العسكرية ضد داعش. هذا ويذكر أن آلاف الأشخاص نزحوا من مناطقهم خلال الصراع المستمر منذ 7 سنوات.